طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. السلام عليكم، كنشكركم اولا على هذا المجال عندكم لهنا. السيد سيدي كنتشكاو منه مده ديال 3 شهور دابا، حنا واجدين لهنايا هو تابعنا 14 درهم وحنا معاه دائما معاه في المشاكل ديال دابا. انا كتشوف درا ما كنخليهمش يخدموا بخاطرهم، دابا كنقول لك سيدي ما تخدموش حدايا، ما عارفين غنمشيو. هذا هو الدراري ملوبي بحالنا، كنا خدامين معاه، حنا اللي فتحنا ديك المحل هذاك، حنا فتحنا ديك المحل 14 عام وحنا خدامين تما. وفي الاخر من جاني ما بغاش، قال لك لا ما تجيوش حدا، ما تخدمش حدا. شوف عادي ايوا كيحرش عليه كليان انت هو حاجه، وكيكون بنو تما كيحرش على صحابو. بعض ما كيجي واحد النهار شاطنا في الشوليه هنايا ما هضرنا معاه ما والو، والبارحه والثاني نفس المشكل عاود. السب وقف دائما لما دابا صاحبنا دابا هذا كيجلس باترون تما بيدو فوق ما يدوس حداك ما كيبزق عليه. دائما منا اجراءات الدراري دفعوا الشكايه كوميساريو، دفعوا الوكيل المالي، والباح جاو عندهم عاود قالوا لهم نهار 3 جاو لعندنا، نهار 3 ان شاء الله نشوفوا شنو كاين عاود. يعطينا التقار يعطينا التسعة صافي، هادشي صافي، هادشي اللي كنطلبو هنا. انا خدامين معاه تما ما كاين لا الراحة لا انت، هو ميناج الاخراني كنعملوه انت. ايوا النهار اللي طلبوا له الدراري المساحقة ديالو ما مغاش، قال له حاجة الراحة، قال له اللي بغا يمشي بحالو صافي. ما عجبوش الحال قال لهم سيدي ما يخدموش حدا، وحنا اول ملي خدمنا معاه ما خدمناش معاه تما، كان هي كاري انت. دابا كيقولوا لا انا جبتهم وانا خدمتهم، انا حنا قلنا خدامين مع واحد السيد اخر تما، غدرنا معاه عامين، عاد جا هو دخل على المحل ديالو.